احيانا الشعب الجزائري يكتب لي كومونتير، يكتب انت راك في دوك ربما معانا تلقاهم يكتبوا وعاد يكتب لك كلمه مليحه وعاد ماشي مليحه، ونصهم يكتبوا لك ماشي ملاح. هذه هي صبر الاراء، هذا هو. لا بصح كل واحد وكيش اي بصح مليح يقول لك قل خيرا او اصمت. قل خيرا او اصمت. مثلا الجزائري كل خير، قل خيرا او قل شرا او اصمت او لا تصمت او لا تصمت او لا تصمت. هي ما فيها والو، احنا رانا البرنامج تاعنا فيه الضحك ورانا نقصروا، اللي ما عجبهاش البرنامج ما يتفرجناش. لا معليش، خلي كل شيء كل شيء ممكن في الدنيا. كل شيء كل واحد وكي شيء يعبر، ولكن احنا عبر على الشعور سليم. عبر عبر احنا نعبروا بالكلمه الطيبه. فوالا عبر على الشعور تاعك مهما كان الصفه تاعك، مهما كنت مهما كان الصفه تاعك تعبر على الشعور تاعك. اي تريبي الشعور تاعي راني ما ماشي الشعر، الشعور. الشعور خاطر الشعور ها هو هو وهذا غير الشعر. وهذا الشعور، هذا هو الشعور. هو كي تذكرها تبقى تحك في حياتك، تحس تحس هنا كي تكون فرحان تحك في حياتك، تحس في خطرات. وكي تكون ثاني منرفز تخرفيني فيك تحس. هاك يقولوا هذا هو الشعور. بلا شعار، بلا شعار، بلا شعار. شعور بلا شعار. خويا دخلناها فلسفه. هيا تريب.